اتخيل انه اشوف انه اكون ماشية مثلا في كفر كنا واشوف نادي قراءة في الشارع، شباب وصبايا عم بيناقشوا كتاب قرأوه. يعني انت لو بدك تحكي لي شوف وضع قطاع غزة من رؤيتي انا شو شفت وحضرت لثلاث حروب في قطاع غزة، بحكي لك انه ارتبط اسم غزة في اسم الدمار. لهيك انت اول صورة بتشوفها من غزة هي صورة الدمار والبيوت المهدمة والناس اللي عايشة في المدارس ومراكز الإيواء، لكن أنا كشاب بشوفها من خلال إرادة بعض الشباب، لأنه حاسس إنه الجيل الجديد فيه عنده إشي ممكن يقدمه أفضل من الأجيال السابقة. رح أشوف إنه هون حيطان، وحيطان مش بس فيزيائية، حيطان هي اجتماعية، حيطان كمان طبقية، حيطان ايديولوجية، والحيطان هون ما بتتقبل الرأي والرأي الآخر. أنا شايف إنه الشباب الفلسطيني في 2030 عنده برامج اجتماعية طلابية بتخليه يعاين سوق العمل وبالتالي يقرر بشكل كفؤ الدراسة اللي لازم يدرسها حتى يفوت سوق العمل بسهولة ويشتغل بالمجال اللي هو بحبه. من 3 سنين لليوم صار في تغيير كبير بمجال الإعلام، وأنا بتصور أنه من هون لل 2030 رح يقدر الإعلام يغير ويأثر كبير في الصور النمطية عن المرأة. كدبلوماسية فلسطينية في وزارة الخارجية الفلسطينية بتأمل أنه في عام 2030 نندمج إحنا كالشباب أكثر في العمل السياسي الدبلوماسي حتى نستغل طاقاتنا ونعمل تغيير على أرض الواقع. 2030 أزرق أخضر ألوان بتقسم الشعب، أصفر أخضر أحمر ألوان أحزاب الحرب، مجرد أعلام بتقسمنا وإعلام بتوهنا، الاحتلال سلب حقنا ولما نطالبه حكم تنطق معنا، محاصرين بحدود تتعداها بتموت، غسيل المخ بمناهج التعليم بخترق العقول، خلينا نفوق ونشوف المستقبل، لو بيت الحل منها دم بنعاود نبني بالقلم وفكر راقي وبحضارة حتى شبابنا ما تهاجر، نتابع التطور مش التفاهة وبعد ما نهاجم، للنوب الحب والاحترام بنعيش عيش ناجحة، نزرع بتراب الوطن ونغير المي المالحة. وانتو لوين تتوقعوا نوصل بال2030؟ وين راح نكون؟